لو عارفه انه هواء، لكن لو افرازات فيها خلاف الراجح عند معظم الفقهاء انه ينقض الوضوء وانه نجس يغسل منه، وبعض الفقهاء قالوا بعدم نقض الوضوء لانه نادر وغير معتاد، قول عند المالكية. ولكن على اي حال تروح لجنة الفتوى تسأل، احنا مش مفتين، احنا دكاترة، عندها مشكلة جراحية تجيلنا نعمل لها جراحة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، لا اله الا الله الحليم الكريم، والحمد لله رب العالمين، وسبحان الله رب العرش العظيم. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والعصمة من كل ذنب، والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا تبت عليه وعافيته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة الرسالة القشيرية للإمام الأستاذ عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 65 و400 من الهجرة. ونحن تكلمنا في الجلسة الماضية على الجزء الأول في كرامات الأولياء، ووقفنا على أمثلة ونماذج. يقول: واعلم أن من أجل الكرامات التي تكون للأولياء دوام التوفيق للطاعات والعصمة عن المعاصي والمخالفات. العصمة هنا لما تكون في جانب الأولياء غير العصمة عند الأنبياء. لما تقرأ كلمة العصمة في جانب الأنبياء تعني خلق التوفيق الذي يجعلهم لا يفعلون المحرم أبدا مع وجود الاختيار، مع وجود الاختيار فهم ليسوا بمجبورين. اما العصمة في جانب الاولياء فهي بمعنى الحفظ، الحفظ، وليس بمعنى العصمة التي تكون عند الانبياء، اي انه موفق للطاعات باستمرار، ولكنه قد يفعل المعاصي احيانا، فان فعلها يسارع بالتوبة او يتذكر قبل فعلها، او يظهر له علامة فلا يشرع فيها بعد ان هم بها، فهذا يسمى حفظ. فالاولياء محفوظون والانبياء معصومون، ولكن احيانا يعني يعبر عن هذا الحفظ في جانب الاولياء بالعصمة. وعصمة الانبياء لم يتفق عليها طوائف من المسلمين. اهل السنة عندهم الانبياء معصومون، اهل السنة هي الطائفة التي ننتمي اليها، ولكن بعض المعتزلة قالوا ان الانبياء ليسوا بمعصومين قبل البعثة، ولكن بعد البعثة قد يطرأ عليهم بعض الامور الهنات التي ينبههم الله عليه. وعندهم ادلة من القرآن لها تأويل عند اهل السنة، تأويل صحيح، وصار على نهجهم الوهابية، وهابية العصر. عندهم الانبياء ليسوا بمعصومون ايضا، ولكن قد تقرأ عليهم بعض الهنات. ولذا كثيرا ما يقولون بشر مثلنا ومثلهم، بشر مثلنا ومثلهم، كثيرا ما يكررون هذه الكلمة، ونحن نقول بشر ليسوا مثلنا كمثلهم. النبي قال: اني لست كهيئتكم، صلى الله عليه وسلم، في الحديث الصحيح. فنحن نقول هم بشر لكن ليسوا مثلنا ومثلهم. نحن غاية ما يكون في جانب البشر المؤمنين الاولياء ان يكونوا محفوظون، اما الانبياء فهم معصومون. وفرق كبير بين العصمة وبين الحفظ. فاحذر ما يكتبه احيانا بعض وهابية العصر فيما يجعل هناك بعض الشبهات في قلبك تجاه عصمة الانبياء. فالانبياء معصومون، وفي فصل، في 16 فصل
في الرسالة القشيرية في القسم الثالث في الباب الثاني الثالث من القسم الثاني من الكتاب 16 فصلا، يتناول الآيات التي قد يوحي ظاهرها بعدم عصمة الأنبياء، ثم يؤولها تأويل أهل السنة والجماعة على التأويل المناسب لما يليق للأنبياء. مثال أن سيدنا آدم نبي، سيدنا آدم نبي فأكل من الشجرة، والأنبياء لا يعصون الله معصومون، فكيف يكون على هذه الحالة؟ الله سبحانه وتعالى قال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. والناسي في شرعنا غير عاصي، طالما ناسي ولم نجد له عزما أي على المعصية، وليس العزم هنا بمعنى الهمة، لأن كيف يكون نبي لا همة له؟ لابد أن يكون من أعلى الناس همة، الأنبياء هكذا، بل هو الذي جاء من صلبه جميع الأنبياء، فكيف يكون لا همة له؟ فمعنى العزم في الآية المنفية هو العزم على المعصية، لا العزم بمعنى الهمة. أي ولم نجد له عزما على المعصية، أي كان ناسيا ولم يعزم على المعصية. فكأن الله سبحانه وتعالى يظهر أن سيدنا آدم لم يكن عاصيا في الحقيقة عند أكله من الشجرة، وثم أثبت المعصية بعد ذلك بعدها بعدة آيات: وعصى آدم ربه فغوى، أي في الصورة، في الصورة فقط، يعني حال أكله من الشجرة كان في الصورة عاصي، ولكن قلبه كان ناسيا ولم يعزم على المعصية، فكان في الحقيقة غير عاصيا وفي الصورة عاصيا. فالله أثبت الحقيقة وأثبت الصورة، يبقى سيدنا آدم معصوم برضه، حتى هو بيأكل من الشجرة معصوم، لأن عصمته منعته أن يأكل من الشجرة إلا أن ينسيه الله، فلولا النسي ما أكل من الشجرة أصلا. ليه؟ لأن يمنعه ذلك عصمته لأنه نبي، ولكن لما قدر الله له الأكل من الشجرة وكان الأكل فيه مخالفة فجعله ينسى سبحانه وتعالى. ولذا لما حج سيدنا آدم سيدنا موسى قال له: أتعيرني بأمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ فسيدنا رسول الله قال: حج آدم موسى، حج آدم موسى. يبقى إياك أن تظن أن الأنبياء يعصون الله، وكل الآيات التي فيها ظاهر هذا، كقوله: لا تكونن من الجاهلين، أو لا تكونن من المشركين، ولا تكونن من الغافلين. هذه الآيات كلها لها تأويلات كثيرة تحفظ جانب عصمة الأنبياء، فعليك أن تقرأ الباب الذي كتبه القاضي عياض، وهو من أمتع الأبواب في كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى في عصمة الأنبياء، 16 فصلا من أمتع ما يمكن. فهم معصومون في اعتقاد قلوبهم قبل البعثة وبعدها، ومعصومون في أقوال ألسنتهم، ومعصومون في أفعال جوارحهم في جميع الأحوال. لكن هنا ما بيقول أن أجل كرامة للولي أن ربنا يحفظ عليه دوام الطاعة سنوات طويلة، تقابله وتغيب عنه 20 سنة ترجع تلاقيه في نفس أوراده وفي نفس طاعته وفي نفس همته، لم يتغير حال. هذه أكبر كرامة، أكبر كرامة وأجل كرامة، دوام التوفيق على طاعة الله سنوات طويلة مع كثرة القواطع والشواغل وغير ذلك، فدي أجل كرامة، دوام التوفيق للطاعات والعصمة عن المعاصي والمخالفات. ومما يشهد من القرآن على إظهار الكرامات على الأولياء هذه النماذج يأتيها لك أولا من القرآن ليرد على من أنكر الكرامات للأولياء كالمعتزل، فالمعتزل أنكروا كرامات الأولياء، وفي هذا العصر أيضا الوهابية كثيرا ما ينكرون كرامات الأولياء، وهم الوهابية عندهم أفكار خليط بين المعتزلة وبين مجسمة اليهود والنصارى وبين اليهود الذين لا يقولون بعصمة الأنبياء، فهم لا يقولون أيضا بعصمة الأنبياء كاليهود، فنسأل الله أن يسلمهم من سوء اعتقادهم. أول حاجة قوله سبحانه في صفة مريم عليها السلام: ولم تكن نبيا ولا رسولا بل كانت صديقة، لأن لا توجد امرأة نبية أصلا، النبوة يشرك فيها الذكورة. قال عنها: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، أي دي كرامة، كانت قاعدة في مكان واللي بيخدمها مين؟ سيدنا زكريا، واللي بيجيب لها كل طلباتها، يروح يلاقي عندها حاجات هو ما جابهاش، لم يحضرها إليها، من أين أتتها؟ ويجد عندها فاكهة لا تكون في أوانها،
فسألها، فدل على أن الكرامات موجودة للأولياء منذ عصور قديمة وأثبتها القرآن في حقهم. وكان يقول لها أنى لك هذا، فتقول مريم هو من عند الله. وقول سبحانه وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وكان في غير أوان الرطب. لما وضع سيدنا عيسى كانت مستندة على نخلة لا رطب فيها ولا ثمر أصلا، قال لا هزي إليك بجذع النخلة، فبمجرد لمسها للنخلة الله سبحانه وتعالى أطلق الثمر وجعله ناضجا يانعا صالحا للأكل في الحال. ثم ينزل بحز امرأة ضعيفة في وضع ولادة، كل هذا كرامة كبيرة له. وكذلك قصة أصحاب الكهف والأعاجيب التي ظهرت عليهم من كلام الكلب معهم وغير ذلك، معروفة قصة أصحاب الكهف. لم يكونوا أيضا من الأنبياء ولا من الرسل، بل كانوا من الصالحين الأولياء، ومكثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، لا يطرأ عليهم تغيير ولم تأكلهم الأرض. ومن ذلك قصة ذي القرنين وتمكينه سبحانه له ما لم يمكن لغيره، وكان ذي القرنين من الصالحين. والقول أن ذي القرنين هو الإسكندر المقدوني، ده كافر الإسكندر المقدوني، فلا يمكن أن يكون هو ذي القرنين المذكور في القرآن، لأن ذي القرنين الذي في القرآن كان من الصالحين ومن أتباع الأنبياء. وبحث كثير من العلماء، وسيدنا عبد الله الصديق الغماري له مبحث وقال أنه هو قورش، قورش وكان من اليونان وكان يتبع الأنبياء، وأنه كان له تاج له قرنان فسمي ذي القرنين لهذا. ومنها حتى القرش، احنا نقول القرش على العملة يعني، لأنه هو الذي أول من سك عملة يتعامل بها الناس في الأسواق، فسميت قرش نسبة لقورش هذا. ومن ذلك ما أظهر على يدي الخضر عليه السلام من إقامة الجدار وغيره من الأعاجيب، على القول بأن سيدنا الخضر ولي، والراجح أنه نبي، فهو قولان. فإذا كان قول أنه ولي فتبقى دي كرامات ظهرت على يديه تثبت الكرامة وإن كان نبيا. والرجح أنه نبي، لماذا؟ لماذا نرجح نبوته؟ لأنه قتل الغلام، والولي غاية ما هنالك أنه ملهم، وقد يخطئ الإنسان في إلهامه، فلا يقتل الولي بإلهامه، وإلا بقاتل لأن الإلهام قد يخطئ، لكن كونه قتل الغلام دل على أنه يوحى إليه، لأن الوحي لا خطأ فيه، أما الإلهام قد يخطئ. فلو واحد فينا احنا مثلا شاف انه بيذبح ابنه في المنام، يصحى الصبح يذبح ابنه، يبقى ده دين ده ولا يبقى مجرم؟ ده يبقى مجرم مش كده؟ لكن سيدنا ابراهيم لما يشوف انه يذبح ابنه يقوم يذبح ابنه، نقول عليه قمة الطاعة، لان رؤية النبي غير رؤية الولي، رؤية النبي وحي من الله لا تقبل الخطأ، اما الولي فقد يخطئ في تعبير رؤياه وقد يخطئ في تعبير الهامه. ولذا لما قتل سيدنا الخضر الغلام وخرب السفينة وهي فيها طايعة للأموال، لا يكون ذلك على إلهام، بل لابد أن يكون على وحي، فدل على أنه يوحى إليه وهي أصل النبوة. لكن على أي حال في قول آخر أنه ولي لا بأس، فإذا كان وليا فقد خرق له الله سبحانه وتعالى حجب الغيب وأظهر له أمور غيبية، حتى أنه أظهر أن الغلام إذا كبر يكون كذا، وأظهر له وهو يركب السفينة أن هناك مالك في هذا المكان وكان لم يأتي هذا المكان من قبل، فأعلمه بما يحدث فيه، وأعلمه أيضا أن الجدار تحته كنز دون أن يحفر ويرى الكنز. كل هذا من الأشياء الخوارق للعادة المستقرة عند الناس من عدم العلم بالغيب. ومن ذلك ما أظهر على يدي الخضر عليه السلام من إقامة الجدار وغيره من الأعاجيب، وما كان يعرفه مما خفي على موسى عليه السلام، كل ذلك أمور ناقضة للعادة اختص الخضر عليه السلام بها، ولم يكن نبيا وإنما كان وليا. يبقى ده كلام مين؟ سيدنا عبد الكريم القشيري
يسير على مذهب أن سيدنا الخضر كان وليا ولم يكن نبيا لا بأس، هو مذهب معتبر أيضا. ومما روي من الأخبار في هذا الباب حديث جريج الراهب، حديث جريج الراهب حديث طويل فيه ثلاثة تكلموا في المهد. أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسرائيلي قال أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو عوانة وحدثني الصنعاني وأبو أمية قال حدثنا الحسين بن محمد المروذي قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، وذكر ثلاثة. ولكن وردت أحاديث أخرى وأخبار أخرى أن هناك من تكلم في المهد غير هؤلاء الثلاثة، جمعها العلماء فوجدوهم من حوالي 10 اللي تكلموا في المهد، يعني في غير هؤلاء الثلاثة شاهد يوسف عليه السلام أنه كان طفل رضيع وتكلم في المهد، رواه الإمام الطبراني بأسانيده، وكذا ابن مشطة فرعون رواه الطبراني أيضا بأسانيده عندما كانت بنت مشطة فرعون، مشطة بنت فرعون تمشط ابنة فرعون فسقط منها المشط فقالت تعس فرعون، فعرفت بنت فرعون أن المشطة لا تعبد أبيها فوشت عند أبيها فأحضرها وحرق زوجها وأبنائها أمامها، وكان في بين أحضانها طفلها الرضيع، وقيل طفلتها الرضيع في رواية أنها بنت ورواية أنها ذكر، لكن لا بأس سواء بنت أو ولد ما تفرقش كتير لأنه الكلام في المهد هو ده القضية. فلما حدث أن أراد أن يأخذ التي بين أحضانها كاد أن ينفلت منها قلبها وتفتن، فقال لها الغلام او الطفل او الطفلة اثبتي فانك على الحق، فنطق هذا الطفل. هذا الحديث المشهور ايضا، وكذلك صاحب الاخدود الحديث اللي رواه مسلم، قصة صاحب الاخدود اللي رواه الامام مسلم، وكان برضو في غلام مع احدى النساء اللي خد لهم الملك الاخدود عشان يحرقهم، ولما اراد ان ياخذ هذا الغلام من حضن امه ايضا قال لها مثلما قال الغلام لابن مشطة فرعون. وكذلك سيدنا يحيى عليه السلام كما رواه الثعالبي تكلم في المهد، وكذلك سيدنا ابراهيم عليه السلام كما ذكره الامام البغوي، وكذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عطس فحمد الله بمجرد ولادته كما رواه الدارقطني، وكذلك مبارك اليمامة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم طفل صغير سمي مبارك اليمامة لأنه كان مع وفد أهل اليمامة في عام الوفود لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنا، فقال أنت رسول الله ونطق فسمي مبارك اليمامة. هؤلاء السبعة يضافوا للثلاثة اللي حنقراهم في الحديث يبقى في 10 تكلموا في المهد. العجيب ان النصارى عندهم سيدنا عيسى بن مريم لم يتكلم في المهد، يعني ما يعرفوش هذا، هم نفسهم اللي بيدعوا ان هم اتباع سيدنا المسيح لا يعتقدون وليس مكتوبا عندهم حتى في الاناجيل انه تكلم في المهد، لانه لو اثبتوا ما قاله في المهد لانهدمت عقيدتهم من اولها الى اخره. لكن جاء القرآن بما ليس عندهم من علم يخص حتى من يتبعونه ويبدلونه وهو سيدنا عيسى. لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصبي في زمن جريج وصبي آخر. فأما عيسى، أما ليه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، أي إلا ثلاثة اشتهروا، يبقى هنا لازم يكون مقدر الثلاثة دول هم أشهر من تكلم في المهد، لكن العدد لا مفهوم له. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثلا الكبائر 10 ويعد لك 10 من الكبائر، لكن لما تجيب احاديث اخرى تجد في كبائر اخرى لم تذكر في العشر، حتى انهم لما صنفوا في الكبائر وصلوها ل 300 ونص وصلوها 200 ونص وهكذا. يبقى بيقول لك لا مفهوم للعدد، لا مفهوم للعدد هنا.
ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعدد أحيانا حتى يسهل الحفظ على أمته، يحفظوا ثلاثة وبعد فترة يقول لهم معلومة ثانية، وبعد فترة يقوموا يجمعوا، يوم إيه يعرفوا يبلغوا عنه صلى الله عليه وسلم، خصوصا أنهم كانوا يستمعون ولا يدونون. فأما عيسى فقد عرفتموه، لأن القرآن قال، فمش محتاجة قصة كبيرة. وأما جريج فكان رجلا عابدا في بني إسرائيل، وكانت له أم، فكان يوما يصلي إذا اشتاقت إليه أمه فقالت يا جريج، فقال يا رب الصلاة خير أم أتيها، ثم صلى فدعته فقال مثل ذلك، ثم صلى، يعني كان قاعد في صومعة يصلي، وأمه كل ما تشتاق لابنها تروح تناديله يكون هو لسه في الصلاة، فيقول يا رب أمي وصلاتي، فيقدم صلاته. مرة اتنين تلاتة زهقت منه، غضبت منه، فدعت عليه، فاشتد على أمه فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. يعني دعوة، لكن ايه في ظاهرها مش دعوة خطيرة يعني قوي. قالت له ده ما هو عايز يتطهر كده، يا رب بقى ما تموتوش الا ما تخليه يشوف ايه يعني نماذج من ايه من الاقذار بتاع الناس زي المومسات. انا ما هو راجل عايز يتطهر، خليه يشوف بقى النجاسات يشوفها يعني، بس مجرد يشوفها يعني. وكانت زانية في بني اسرائيل فقالت لهم انا افتن جريجا حتى يزني، فاتته فلم تقدر على شيء، وكان راع يأوي بالليل الى اصل صومعته، فلما اعياها راودت الراعي على نفسها فأتاها فولدت، ثم قالت ولدي هذا من جريج. وكانت في امرأة من بني إسرائيل طول عمر بني إسرائيل حتى المساد إلى يومنا هذا من ضمن سلاح النساء، إلى يومنا هذا اليهود هم نظامهم هو يعني نظام النساء وفتن الرجال بالنساء وغير ذلك مستمر إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بقتلهم بقيادة سيدنا عيسى بن مريم. فالمهم حاولت تفتن سيدنا جريج ما عرفتش، وكان في راجل راعي كده يرعى، وكان يجي ايه يأوي الى صومعة سيدنا جريج يقف في ظلها في اثناء رعي كل يوم، فمكنت الراعي من نفسها، ولما حملت ووضعت قالت الولد ده ابن جريج، عشان ايه يعني تعمل عليه اشاعة كبيرة تسوء سمعته. فاتاه بنو اسرائيل وكسروا صومعته وشتموه، ثم صلى ودعا ثم نخس الغلام. قال محمد قال ابو هريرة كأني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم حين قال بيدي يا غلام من ابوك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشار بيدي كده زي كأنه جريج، كأن النبي بيوصف حاجة شايفها صلى الله عليه وسلم، يا غلام من ابوك، فقال الراعي نطقه، يبقى نطق الغلام في المهد لسه مولود ايام، فندموا على ما كان منهم واعتذروا اليه وقالوا نبني صومعتك من ذهب او قال من فضة، فابى عليهم وبناها كما كانت. واما الصبي الاخر اللي هو الثالث في هذا الحديث والاخير، فان امرأة كان معها صبي لها ترضعه، اذ مر بها شاب جميل الوجه ذو شارة، يعني هيئة حلوة كده، يعني طول بعرض بزينة معدي راجل كده وابنها بترضعه، فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، فقال الصبي اللهم لا تجعلني مثل، ترك الثدي وقال الكلمة دي ورجع التقب الثدي تاني، حاجة طبعا عجيبة. قال محمد قال ابو هريرة كأني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يحكي الغلام وهو يرضع، يعني كأن النبي قال ايه بيرضع صباعه كده النبي هو بيحكي لهم، ثم قال اللهم لا تجعلني مثل هذا، وبعدين بدأ يرضع، يعني ايه بيمثل حال الصبي يعني صلى الله عليه وسلم. ثم مرت بها ايضا امرأة ذكروا انها سرقت وزنت وعوقبت، وبعدين معدية واحدة ست ماشية وراها والناس وراها، يا زانية يا سارقة يا مجرمة، وبيرموها بالطوب وبيضربوها وهي بتجري، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذا، يعني بهذه الاهانة يعني، فقال اللهم اجعلني مثله، لانها بريئة وعفيفة ونضل منه. فقالت له امه في ذلك، فقال ان الشاب جبار من الجبابرة، وان هذه المرأة قيل انها زنت ولم تزني، وقيل سرقت ولم تسرق، وهي تقول حسبي الله، يعني كمان بيفسر لها الواد، يعني الواد بيفسر لها بيقول لها ده كذا وده قاعد بيعمل حوار مع امه،
طبعا لو الحكاية دي يامنا كانوا جابوه في CNN وكانوا جابوه في التلفزيون والحاجات دي كلها، لكن الحمد لله دونتها السنة فحفظتها. دي كل دي برضو كرامات للأولياء، كرامات كبيرة للأولياء. هنا سيدنا عيسى بن مريم كلامه طبعا وهو في المهد يعتبر إرهاص، إرهاص لا تسمى كرامة لأنه نبي مرسل، لكن لأنه قبل بعثته فيسمى إرهاص. ولكن كلام ابن الراعي يعتبر كرامة، كرامة لسيدنا جريج لأنه كلم طفل لا يتكلم فنطق وأجابه فهي كرامة لجريج، وكذلك كلام الصبي لأمه كرامة للأم أنه أزال من ذهنها شبهة كانت تحكم فيها بين الناس بمظاهرهم، ولكن ردها إلى أنها تترك الأمر وتفوضه إلى الله ولا تنظر إلى الأمور بمظاهرها ولكن تنظر بحقائقها. وهذا الخبر اللي هو الثلاثة الذين تكلموا في المهد روي في الصحيح. ومن ضمن كرامات الأولياء أيضا ومن ذلك حديث الغار، وهو مشهور مذكور في الصحاح. طبعا مشهور حديث الغار الثلاثة الذين أووا في الغار نقرأه. قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الإسرائيلي قال حدثنا أبو عوانة يعقوب بن إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عون وزيد بن عبد الصمد الدمشقي وعبد الكريم بن الهيثم الدرعاقولي وأبو الخصيب بن المستنير المصيصي قالوا حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال، أبي اللي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم فآواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا الغار ده يبقى نقب كده في جبل، نقب في جبل، فلو انسد بابه خلاص يبقى اتدفنوا جوه. فالزمان طبعا ما كانش فيه فنادق الناس تأوي إليها في السفر بالليل، فكان لما يسافروا يأوي عليهم الليل يدوروا على أي حتة كده يناموا فيها لحد ما يطلع النهار ويكملوا السفر. فلما جاء الليل دخلوا هذا الغار يستريحوا فترة الليل، فحصل عاصفة أو شيء انهيار أو حاجة فجاءت صخرة عظيمة سدت باب الغار، فقالوا إنه والله لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم، يعني يتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم، فدل على أن التوسل بالعمل الصالح جائز. فقال رجل منهم، خد بالك إن هذا الحديث فيه علامات كبيرة، فيه التوسل بالعمل الصالح وفيه التوسل بالصالح نفسه، لأن الذي توسل بعمله كان سببا لفرجة للصخرة، فكان بالنسبة للآخرين هم متوسلين به لا بعمله، يبقى بالنسبة للتانيين هو نفسه مع الله توسل بعمله، طب التانيين توسلوا به. فالحديث التوسل بالرجل الصالح وبالعمل الصالح، لكن الوهابية يقول لك لا يجوز التوسل إلا بالعمل الصالح بس. طب ليه؟ طب ما الحديث فيه كده، هو أنا لولا الراجل ده كان معايا في الغار الراجل ده في حاله كده كنت أنا عرفت أنجا؟ ده هو عشان هو معايا ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب انه انا انجو، وانا عشان معاه جعلني سبب انه ينجو هو ايضا، لكن انا لما توسلت توسلت بعملي، لكن هم الاخرين توسلوا بي. والعمل عرض والصالح جسم، والجسم اقوى من العرض، فاذا جاز التوسل بالعرض فيكون بالجسم من باب اولى، لان الجسم اولى، الجسم هو محل ظهور العرض، مش كده برضو بالمنطق؟ يعني الانسان الوالي هو محل ظهور الاعمال الصالحة الكثيرة، مش كده برضو؟ فانا اترك بقى محل ظهور الاعمال الصالحة كلها واقول لا يجوز الا التوسل بالعمل، يعني اترك الاقوى للاضعف، اذا كان الله جعل الولي مرآة لظهور الاعمال الصالحة، فالمرآة هي محل الظهور، مش كده برضو؟ ولولا المرآة ما ظهر العمل، مش هي كده برضه ولا الحكايه احنا بنقول كلام هلضمه؟ فالحكايه واضحه، لكن الوهابيه يجيبوا لك حديث الغار يقول لك لا يجوز التوسل الا بالعمل الصالح بس،
عشان ايه؟ عشان عايزين يكفروا اللي بيزوروا الاولياء. هم نفسهم يكفروا المسلمين وخلاص. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه الحاكم بنقول اللهم اني اسالك بحق السائلين عليك. بحق السائلين عليك. الله. يعني متوسلوا بالسائلين يعني العباد. يعني الداعين الى الله. ثم توسل النبي هو نفسه صلى الله عليه وسلم. على اي حال الحديث نقرأه. فقالوا انه والله لا ينجيكم من هذه الصخرة الا ان تدعوا الله تعالى بصالح اعمالكم. فقال رجل منهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت لا اغبك قبلهما اهلا ولا مالا. والغبوك هو ما يشرب في اخر النهار والصبوح اللي يشرب في اول النهار. يعني كوبايه الشاي ابو لبن اللي بتشربها الصبح دي اول ما تصحى يجيبوها لك دي اسمها الصبوح. ولو كان بقى ربنا موسع عليك وهتشرب حاجه قبل ما تنام كمان دي اسمها الغبوك. يبقى اللي تشربه بالليل غبوك واللي تشربه في النهار اول النهار اسمه صبوح. وكنت لا اغبك قبلهما اهلا ولا مالا. فعاقني طلب الشجر يوما فلم ارح عليهما حتى ناما. فحلبت لهما غبوقهما فجئتهما به فوجدتهما نائمين. فتحركت ان اوقظهما وكرهت ان اغبك قبلهما اهلا ولا مالا. هو المال بيشرب يعني الدواب اللي عنده. المال اللي عنده اللي هو الدواب بتاعته ما بتشرب برضه مش كده؟ عنده مثلا جمال، عنده معيز، عنده خرفان، عنده بقر. ده اسمه مال برضه عند العرب. فبيقول لك ما كانش يسقي ماله يعني بهائمه ولا اولاده الا لما ابوه وامه يشربوا الاول. والكلام ده يوجه طبعا للي بيفضل زوجته على امه ويقدم كلام زوجته على امه والحاجات القصص المعروفه. فقمت والقدح على يدي انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. برق الفجر وبرق الاثنين برق وبرق قراءتان فيجوز ليها فتح الرأي وكسره. يعني فضل واقف كده لحد ما طلع الفجر مش عايز يتحرك، خايف يتحرك يقوم يصحيهم من نومهم، وكمان مش عايز يسقي حد من ولاده لحد ما هم يسقوا. فاستيقظ فشرب غبوقهما. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت انفراجا لا يستطيعون الخروج منه. يبقى الانسان ده عمله لوحده لا ينتفع ولا ينجو، لكن بمجموع اعماله مع اعمال المسلمين ينجو. يبقى انت لا تنجو الا بالمسلمين، بنفسك لا. يبقى لازم علشان ربنا ينجيك تفضل مع الجماعه. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجماعه رحمه والفرقه عذاب، مش كده برضه الحديث كده؟ الجماعه رحمه والفرقه عذاب. وده بقى دليل برضه انك يمكن لو صليت منفرد ربنا يمكن ما يقبلش الصلاه، لكن لو صليت جماعه ربنا يقبلها علشان خاطر الناس التانيين. لكن لو على وشك انت يمكن مش هتقبل. مش انت يعني، انت اللي وانا يعني. فالواحد انت يا نفسي يعني. فلازم الواحد يحرص انه يبقى مع الجماعه. يقوم تنزل الرحمات كده مع الجماعه. انما التاني يقول لك لا ده عملي. الله. ده عملك اتلهي. لا ياكل احد الجنه بعمل. الاعتماد على العمل ده شرك. لان لابد ان تكون معتمدا على الله. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال الاخر اللهم انه كانت لي بنت عم وكانت احب الناس الي فراودتها عن نفسها فامتنعت حتى المت بها سنه من السنين. سنه تملي تطلق على العام الشديد اللي هو القحط يعني. سنه لان خد بالك في سوره يوسف قال ايه؟ سبع سنين دأبة يعني قحط. لكن قال ثم ياتي عام فيه يغاث الناس. ماشي سنه بقى. ده بقى عام. يبقى عام يعني الناس هتعوم في الخير. انما السنه جايه من ايه؟ من الجوع والقحط. وعلشان كده فلبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما، يعني الفتره اللي ما عداش مع قومه كانت رغد، انما اللي مع قومه كانت سنين شديده. يبقى القرآن في سيدنا نوح يقول فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، يعني ما استريحش إلا لما فارقهم. إنما طول ما هو كان معاهم كانت سنين شديد. فدي لغة العرب جميلة فيها هذه الإيحاءات من اللفظ نفسه.
يعني اللفظ نفسه يديك المعنى من ورائه دون ان تفعل. فبيقول ان كان ليه بنت عم وكان بيحبها حب شديد، روضها عن نفسها يعني بغير زواج، فابت لانها عفيفة. فحصل ان هم حصل لهم جد شديد وفقر شديد ومجاعة، وكان هو الظاهر فاجر وغني ومبسوط، فراحت تطلب منه ايه يعينها في هذه المجاعة. فجاءتني فاعطيتها 20 و100 دينار على ان تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى اذا قدرت عليها قالت لا يحل لك ان تفض الخاتم الا بحق، يعني بعقد نكاح صحيح يعني. فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي احب الناس الي، وتركت الذهب الذي اعطيتها، اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير انهم لا يستطيعون الخروج منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الثالث، اللهم اني استأجرت اجرا اجراء، استأجرت اجراء فاعطيتهم اجورهم غير رجل واحد منهم ترك الذي له وذهب، فثمرت اجره، فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله ادي الي اجرتي. فقلت له كل ما ترى من اجرتك من الابل والغنم والبقر والرقيق، يعني الرجل مشي وما خدش اجرته، فالرجل مثلا كان مائع يعني اجرته مثلا يقول 1000 جنيه ولا حاجة، فمسك له بقى 1000 جنيه دي قاعد ايه شغلها له في التجارة معاه ويثمرها زي الريان كده، بس طبعا ما كانش لسه حط ايده عليه. المهم قاعد يشغلها له، وكل ما تكتر يجيب له بيها دواب ويجيب له بيها رقيقه، لحد ما جاله مثلا بعد سنوات طويلة 10-20 سنة من الاستثمار، فقال له انت فاكر انا جيت كنت عندك هنا من كام سنة طويلة واشتغلت وما ادتنيش اجرتك؟ قال له كل الوادي ده اجرتك. فاستعجب قوي، قال له صدقني هو كله اجرتك. فما قال له طب شكرا، وراح كل حاجه مزمجه. فقلت له كل ما ترى من اجرتك من الابل والغنم والبقر والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت اني لا استهزئ بك. فاخذ ذلك كله فاستاقه ولم يترك منه شيء. اللهم فان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا من الغار يمشون. هذه برضو كرامة من كرامات الاولياء، ودي برضو تبين لك انك انت لما تحب تسافر ولا حاجة اختار ناس صالحين عشان لو حصل لك كرب ولا حاجة ربنا يفرجوا ببركتهم، لكن ما تختارش عالم بقى فسقة مجرمين تمشي معاهم تقوم يجي لك شؤمهم، تبعد عنهم احسن، انت قصدك مش قدهم. ومن ذلك الحديث الذي قال صلى الله عليه وآله وسلم فيه إن البقرة كلمتهم. أخبرنا أبو نعيم للسرييني قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يسوق بقرة قد حمل عليها. البقرة اصلا ما اتخلقتش عشان الناس تركبها وتحمل عليها، البقرة اتخلقت علشان تحرس وتساعدك في الزرع وتاخد لبنها وتولد لك، ولما تقف الله عند المسلمين وكده التفتت البقرة وقالت اني لم اخلق لهذا. حاجة عجيبة دي برضو كرامة لهذا الرجل، اني لم اخلق لهذا انما خلقت للحرث. فقال الناس سبحان الله، بقرة تتكلم سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر، يعني آمنت بهذه الكرامات التي قد تقع للأولياء أنا وأبو بكر وعمر ومن كان على نهجهم، ونحن آمنا بها أيضا. ومن ذلك حديث أويس القرني، أويس القرني اللي هو إيه كان من التابعين وأخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، وكان من الأولياء الكبار في عصره، وكان يحب أن يخفي حاله ولا يظهر حاله للناس، حتى انه كان في وسط قومه يعني لا يؤبه به، وكان دميم الخلقة، لكنه كان برا بامه وكان كثير الاعمال الصالحة في الخفاء فلا يدركه احد. سيدنا عمر عرف خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه يأتيه في امداد اهل اليمن، فكان في كل موسم حج يبحث عنه في ايه في اهل اليمن، حتى اتفق ان قابله وطلب منه الدعاء. ثم بعد ذلك لما اشتهر حال سيدنا اويس ما رضاش يرجع اليمن تاني،
راح هاجر بقى وسافر قبل العراق وخراسان والحتة دي عشان يعبد الله في مكان لا يعرفه احد. فكان في احد الصالحين عرف خبره فقعد يبحث عنه كثيرا. فلما التقى به كان اسمه هارم بن حيان، لقاه في نهر دجلة واقف على شط نهر دجلة بيغسل ثيابه. فقال السلام عليك يا اويس. قال السلام عليك يا هارم بن حيان، عرف اسمه على طول وهو اول مرة يلتقي به. وتسليم احدهما على صاحبه من غير معرفة تقدمت بينهما، حتى ان لما مات سيدنا اويس قالوا لما مات الناس وجدوا ان معه حنوط وكفن، ولما كفنوه وجدوا قبر محفور جاهز فدفنوه في القبر ده بعدما كفنوه وحنطوه وغسلوه وصلوا عليه. ثم بعدما انصرفوا ارادوا ان يعودوا مرة اخرى ليعلموا القبر حتى يزورونه، فلما عادوا مرة اخرى لم يجد له اثر، وكأن الله عمله حتى في برزخه بما كان يحب ان يعمل به في دنيا من اخفاء عمله، فاخفى قبره ايضا. وكل ذلك احوال ناقضة للعادة. وتركنا شرح حديث اويس لشهرته، ولقد ظهر على السلف من الصحابة والتابعين ثم على من بعدهم من الكرامات ما بلغ حد الاستفاضة ومستمر الى يومنا هذا والى ان تقوم الساعة. يعني هو بيحكي لك بعض الاشياء اللي قدر هو يجمعها، لكن مش معنى كده ان هو اراد ان يحصرها، لانها لا تحصر لانها متجددة. وقد صنف في ذلك كتب كثيرة، وسنشير الى طرف منها على وجه الاجاز ان شاء الله عز وجل. فمن ذلك ايضا من بين الكرامات ان ابن عمر رضي الله عنهما كان في بعض الاسفار فلقي جماعة وقفوا على الطريق من خوف السبع، فطرد السبع من طريقهم ثم قال انما يسلط على ابن ادم ما يخافه، ولو انه لم يخف غير الله لما سلط عليه شيء. وهذا خبر معروف، يعني لقوا سبع يعني اسد قطع على الناس الطريق فوقفت القوافل مش قادرة تجتاز الطريق. جاء سيدنا عبد الله بن عمر صرف السبع وقال انما يسلط على ابن ادم ما يخافه، اذا خفت السبع ربنا يسلط عليك السبع. ومنها المثل المصري يقول لك اللي يخاف من العفريت يطلع له، ما ده مثل مصري اللي معنى كده انما يسلط عليه ما يخاف، يفتح شقته كده ويقول له الشقه فيها عفريت، يوم ايه يبقى ليه خياله، هو خياله ظله العاد، يوم يشوف ظله يقول هنشوف عفريت وهو ظله. وبعدين يلاقي مثلا الجيران فوق مثلا بيعدلوا كرسي فوقيه، فيسمع صوته وهو داخل الشقه يقول الله الكراسي بتتحرك، اعوذ بالله من الشيطان، يروح ماشي يهرب. ليه؟ لانه اصلا هو خايف فيسلط عليه ما يخاف. وروي ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعث العلاء بن الحضرمي في غزاة فحال بينهم وبين الموضع قطعة من البحر، فدعا الله باسمه الاعظم ومشوا على الماء، قال اللهم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، اللي هو بداية حزب البحر الامام ابو الحسن، بداية حزب البحر الامام ابو الحسن قالوا ان في اسم الله الاعظم، عشان كده حزب مجرب يعني في قبول الدعاء. قال اللهم يا علي يا عظيم يا عليم يا حكيم، انت انا عبيدك نقاتل في سبيلك فاجعل لنا اليهم سبيلا. قال لهم كده، دعا الدعاء ده وبعدين انطلق على الماء فخاض الفرس البحر ولم يبتله. كل ده كان من الصحابة. تيجي تقول للجماعة اياهم في كرامات يقول لك ما حصلش للصحابة، ليه؟ هو ما عرفش اصلا. هو مشكلته ان الذي لا يعرفه يبقى لا يحدث، يعني ما لا يعرفه يبقى لم يحدث طالما لا يعرفه هو. وكأنه خلاص كل العلوم انطبعت في قلبه ما شاء الله وهو اصلا ابو جهل. حاجة نسأل الله السلام. وروي ان عتاب بن بشير واسيد بن حضير خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابيان جليلان من الانصار، فاضاع لهما رأس عصا احدهما كالسراج. هما خارجين من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، كان في يوم ليلة شديدة الظلمة في المدينة، فهم ماشيين بصوا لها رأس ايه عصا احدهما بقت مضيئة تنير لهم الطريق، ولما افترق اضاء لكل واحد منهما نور حتى وصل الى بيتهم. وروي انه كان بين يدي سلمان وابي الدرداء قصعة. سيدنا سلمان كان اخاه النبي مع ابي الدرداء، فكانوا بيأكلوا في قصعة مع بعضهم،
فسبحت حتى سمع التسبيح. إذا سمعوا تسبيح القصع كل ده الصحابة حصل لهم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من أشعث أغبر ذي تمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لها بره. ذي تمرين يعني ثوبين خليقين، يعني هدومه أديما بهدلة مقطعة ما تؤبهش بيه، يعني راجل من فقراء المسلمين، لا يؤبه له لو أقسم على الله لها بره. ولم يفرق بين شيء وشيء فيما يقسم به على الله تعالى، يعني ما قالش شيء عجيب ولا شيء ممكن يعني معتاد ولا شيء غير معتاد، لا أقسم على الله أي حاجة لا بره. موجودين ما هو في كتير، ده أنا نفسي عشت قصص كتيرة مع ناس وشفتها حاجات من دي، بس احنا هنعملها قاعدة دي لوحدها، نبقى نعملها قاعدة، المصريين بيحبوا الأكل يعني حكاوي المصاطب. لكن على أي حال هي مش مستبعدة، موجودة كتير. يعني حد يعرف يوقف القطر؟ ها؟ في غير محطته؟ طيب، أو كان في واحد مجذوب من مجاذيب سيدنا الحسين تعلق مع سيدنا إسماعيل صادق العدوي إنه يسافر معاه رحلة سيدي أبو الحسن الشاذلي، كان هو بيزور سيدي أبو الحسن الشاذلي كل سنة مرة، سيدنا إسماعيل صادق العدوي. وبعدين كان يجمع أحبابه بقى ويروح يسافر، فمسافرين مرة، فالجرع ده تعلق وقال له خدوني معاكم، فقطعوا له تذكرة وخدوهم معاه في القطر. وبعدين طول ما هم راكبين الجماعة الشباب اللي معاهم في الرحلة قاعدين يتريقوا على الواد المجذوب ده، اللي يضربوا على قفاه واللي مش عارف يشده من شعره واللي ينكش له في ودنه، وده قاعد الواد متضايق منهم وقرفان، فقال لهم هتسكتوا بقى ولا اوقف لكم القطر؟ هو الواد ده قال لهم كده، واد اهبل بريال، هتسكتوا بقى ولا اوقف لكم القطر؟ ما سكتوش، فقعد يصوت وقف القطر وقف القطر ويصوت، بس لو القطر بيهدي 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 والعربيه بتاعته انفصلت عن الديزل. دي حصلت حصلت يعني، فحكى لنا الشيخ اسماعيل صادق العدوي وغيرهم، يعني ناس معاهم احنا شفناهم حكوا لنا، يعني كانوا في القطر. واحد ثاني برضو كان مسافر مع الشيخ اسماعيل صادق العدوي وكانوا راجعين بيته على شريط القطر كده قبل ما يخش المحطه بحوالي كيلو، فقال يا سلام لو القطر يقف قدام بيتي بدل ما انزل واخد تاكسي. فقالوا يلا نقرا الفاتحه كده، القطر يقف قدام بيتك، يلا يلا نقرا الفاتحه. قعدوا يقرا الفاتحه، جه القطر قدام بيته يهدي يهدي وقف لسبب بقى عند السكه الحديد هم يعلموه، لكن هم دعوه ونزل فعلا، خد شنطته ونزل راح بيته على طول، عدى شريط القطر بقى قدام. بتحصل يعني حاجات كتيره، امثله كتيره، لكن وعندي في الجراحه كتير بقى لما احكي لك كل فتره كده، يا ده حاجات كتيره يعني. ربك سبحانه وتعالى كرم واسع على الأمة، بس انت يعني خليك معاه تجده معك سبحانه وتعالى. وهذه الأخبار لشهرتها أدربنا عن ذكر أسانيدها، وحكي عن سهل بن عبد الله أنه قال: من زهد في الدنيا 40 يوما صادقا من قلبه مخلصا في ذلك ظهرت له الكرامات، ومن لم تظهر له فلعدم الصدق في زهده. فقيل لسهل: كيف تظهر له الكرامة؟ فقال: يأخذ ما يشاء كما يشاء من حيث يشاء، يعني يبقى من أهل التصريف يعني يسموه كده، بس يزهد 40 يوم كده، لأن 40 ده ليها سر. ووعدنا موسى 30 ليلة فأتممناها بعشر، يعني 40 نفسها ليها سر. وكانوا الأولياء حتى على مر العصور كانت العزلة اللي هي الخلوة يخلوها، يسموها الخلوة الكبيرة يسموها 40 يوم. والجماعة بتوع التبليغ لحد دلوقتي يقول لك تخرج 40 يوم، ال40 دي الظاهر مجربينها يعني الناس على مر العصور، فال40 دي خد بالك منها عليها. وبعدين في برضه علي بابا وال40 حرام، ربنا ينجينا منه. فال40 ده يعني اشتهر اللفظ نفسه، كلمة 40 دي اشتهر، وفي 40 النووية 40 حديثا من حفظ 40 حديثا، فال40 رقم يعني ليه سر، زي السبعة رقم ليه سر كده كمال الأعداد. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث لسه قريناه النهارده في الفجر في الترمذي، حديث صحيح ضعيف لانه يجوز الاخذ بالضعيف في فضائل الاعمال، من صلى 40 يوما لا تفوته التكبيره الاولى اخذ براءتان، براءه من النفاق ومن النار،
40 برضه. وفي حديث ثاني برضه في الترمذي من صلى الفجر 40 يوما لا تفوت تكبيرة الإحرام براءتان من النفاق ومن النار. وفي حديث ثالث من صلى العشاء والفجر 40 يوما لا تفوت تكبيرة الإحرام براءتان، كلها أربعينات ايه. وبرضه في حديث ثاني من صلى 40 وقتا في مسجدي هذا لا تفوت تكبيرة الإحرام، في مسجد النبي 8 أيام يعني، كانت له براءتان. يبقى الأربعين دي شغلانة، دي عايزة كده نعمل لها بحث تجمع كل ما ورد في الأربعينيات. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال حدثنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون قال حدثنا وهب بن كيسان عن ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بين رجل ذكر كلمة إذ سمع رعدا في السحاب، فسمع صوتا في السحاب أن يسقي حديقة فلان، يعني بين رجل بيذكر بذكر معين كده فربنا سمعه صوت في السحابة اللي فوقيه بتقول له ايه، بتقول اسقي حديقة فلان، اسم سمعه. فجاء ذلك السحاب الى صرحة يعني حديقة فافرغ ماءه فيها فاتبع السحاب، راح ماشي شاف السحابة دي اللي سمع الصوت مشيت فين ورخت فين، مشي وراه لحد ما راح الحديقة دي، فدخل فاذا رجل قائم يصلي في حديقة فقال ما اسمك؟ قال فلان ابن فلان، طلع نفس الاسم اللي هو سمعه في السحاب. قال فما تصنع بحديقتك هذه اذ صرمتها؟ قال له بتعمل ايه لما بتجني الحديقة دي وتجمع ثمارها بتعمل فيها ايه؟ قال ولما تسأل عن ذلك؟ قال اني سمعت صوتا في السحاب ان اسقي حديقة فلان. قال اما اذ قلت فاني اجعلها اثلاثا، فاجعل لنفسي ولاهلي ثلثا وارد عليها ثلثا، يعني ينفق عليها من التلت وياكل تلتها، واجعل للمساكين وابن السبيل ثلثا. يبقى ربنا بيحفظ للانسان ماله ويمنعه من الافات اذا كان خيرا على الناس، لان يمكن بيحفظ لك مالك عشان رزق الفقير مش عشانك انت، عشان الفقير صار له حق في مالك يوم يحفظ لك مالك بدل ما يضيع حق الفقير، ويمكن انت عملت حاجة مخالفة يعني تستحق بيها انه يضيع رزقك، لكن انت ايه مستخبي في الفقير، يقوم ربنا يحفظ لك مالك عشان الفقير اللي بتديه. فربنا كريم. وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. سمعت ابا حاتم السجستاني يقول سمعت ابا نصر السراج يقول دخلنا تستر فرأينا في قصر سهل بن عبد الله اللي هو التستري بيتا كان الناس يسمونه بيت السباع، بيت الاسد يعني، كان عنده بيت كده يعني حته في بيته مسمينها بيت الاسد. فسالنا الناس عن ذلك فقالوا كان السباع تجيء الى سهل فكان يدخلهم هذا البيت ويضيفهم ويطعمهم اللحم ثم يخليهم. كان بيشبع السباع اللي في المنطقه تقوم ما تغرش على الناس في طرق السفر تاكله بكرامه له. فكان السباع كل ما تجوع عارفه سكته تروح عند سيدنا سهل يفتح لهم الباب ياكلهم الشراب ويشبعوا يقوموا يأمنوا الناس في ايه في سفرهم. قال ابو نصر ورأيت اهل تستر كلهم متفقين على هذا لا ينكرونه وهم الجمع الكثير، يعني خبر متواتر عنده. سمعت محمد بن احمد بن محمد التميمي يقول سمعت عبد الله بن علي الصوفي يقول سمعت حمزة بن عبد الله العلوي يقول دخلت على ابي الخير التيتاني وكنت اعتقدت في نفسي ان اسلم عليه واخرج ولا اكل عنده طعاما، يعني دخل على سيدنا ابي الخير التيتاني على انه يسلم وعازم في نفسه انه ما ياكلش عنده حاجه خالص. ليه؟ الله اعلم، يمكن مش عايز مثلا يرهقه او يتعبه او يكلفه تكاليف الضيافه او شيء من هذا، يعني ايه عزم ان هو ما ياكلش عنده حاجه. فلما خرجت من عنده ومشيت قدرا فاذا به خلفي وقد حمل طبقا عليه طعام، فقال يا فتى كل هذا فقد خرجت الساعة من اعتقادك، يعني كأن ربنا أعلمه ما اعتقده، يعني ما أقسم عليه فيه أو عزم عليه في قلبه، فاحترم عزمه هذا لكن أراد أن يضيفه فخرج وراء لحد ما بعد عن داره وبعدين اداله ضيافته.
وقال له خلاص انت كده وفيت اعتقادك كل بقى. وابو الخير التيتاني مشهور بالكرامات، وحكي عن ابراهيم الرقي انه قال قصدته مسلما عليه. ابراهيم الرقي قال انا كنت رايح برضه لابي الخير التيتاني اسلم عليه. قالوا له ده راجل صالح مشهور بتاع الحته الفلانيه، روح سلم عليه. فراح قصده عشان يسلم عليه، فلأبي صلي المغرب، فصلى صلاة المغرب فلم يقرأ الفاتحة مستويا، لا بيقرأ القرآن بس ما بيجودوش، يعني دليل انه مش علامة كبير يعني، قراية كده عادية صحيح صحيحة لكن مش قراية مقرئين يعني. فقال بقى هو ده بقى الولي يعني اللي قالوا لي عليه مش عارف يقرأ القرآن زي الفقي حتى اللي عندنا في بلدنا، يعني زي ما تقول سقط من ايه؟ من نظري. فقلت في نفسي ضاعت سفرتي، فلما سلمت خرجت للطهارة. فما رضاش يسلم عليه وقال انا الزهر سافرت على الفاضي بقى. وبعدين طلع يجدد وضوءه فقصبني السبع، فلا اتت جاي له فجري دخل تاني على سيدنا ايه ابي الخير التيتاني. فعدت اليه وقلت ان الاسد قصبني، فخرج وصح على الاسد وقال الم اقل لك لا تتعرض لزيفاني، وتنحى وتطهرت. فلما رجعت قلت، قال لما رجعت له تاني قال له ايه، اشتغلتم بتقويم الظواهر فخفتم الاسد، واشتغلنا بتقويم القلب فخافنا الاسد. في فرق من داود، يبقى ربنا اطلعه ايه ما حصل في انتقاص للشيخ في قلبه اطلعه على هذا، واطلاع القلب ده امر غيبي، يبقى المعجزة هنا الاطلاع على غيب مش كده برضو. والكرامة الاخرى، الكرامة الاخرى طاعة الاسد له مش كده، يبقى كرامتين في بعض. انا كنت اصلي خلف سيدنا عبد الله الصديق الغماري، كان يقرا الفاتحه قراءه صحيحه لكن بغير اي تجويد، فكان اللي ما يعرفوش يجي يصلي وراي يقول ايه ده، مين الشيخ ده، ده مش عارف يقرا القران. هم متعودين بقى على الشيخ محمد جبريل بقى والصييصه بقى واخد الحاجات الجميله، وسيدنا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والحاجات دي، يجي يصلي ورا الشيخ يلاقي قرايه الفاتحه بتاعته قرايه عاديه كده يعني ما فيهاش جلجله ولا لعلعه ولا الحاجات دي، يقول لك يا عم يروح مروح، وكان جبل من العلم والصلاح رضي الله عنه ونفعنا الله به. فالواحد يعني ما ياخدش باله من الحاجات دي، العبره بان قراءه صحيحه تصلح بها الصلاه، لان مش كل واحد عنده موهبه انه يبقى صييت يعني. وقيل كان لجعفر الخلدي فص، يعني كان عنده فص كده في خاتم، فوقع يوما في الدجله وهو بيتوضى وقع منه الفص، وكان عنده دعاء مجرب للضاله ترد، فدعا به فوجد الفص في وسط اوراق كان يتصفحها، يعني وقع منه الفص في البحر في ظهر الدجله، فدعا الدعاء اللهم انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اللهم اجمعني على فصي، كان يدعي الدعاء ده. فبص لا وهو بيقرا في كتاب كده بيقلب فيه، لا الفص بتاعه جوه الكتاب، جه ازاي بقى؟ هي دي الكرامة، ربنا جابه له يعني لا يعجزه شيء ببركة الدعاء، مش قال اللهم الله قاد، ولا قال يا فلان، قال يا عبد الله هتهالي، عبد الله ما يعرفش يجيب له حاجة، قال له يا محمد هتهالي، قال يا الله خلاص. أنا الدعاء ده على فكرة ربنا كرمني بيه برضه، كنت بحج سنة 81، كنت لسه بقى متخرج جديد ومعيش فلوس تكفي إن أنا أروح المدينة كمان. يا دوب احج وارجع بقى، بس انا ما اقدرش ابقى في مكه ما اروحش المدينه، كانش معايا فلوس كافيه يعني، معايا يا دوب اروح المدينه وارجع على جده لكن معيش اقامه في المدينه، وكان ياما بيقفلوا المسجد، وكانت معايا مراتي. انا بالنسبه لي انام في الشارع ما تفرقش لو لوحدي، لكن معايا مراتي دي عمليه دمها تقيل، هننام في الشارع كده بقى بايخه يعني، حتى الناس يقولوا اتجوزتها ونايمتها في الشارع يعني هنودي وشنا فين قدام الناس. فالمهم يعني وكان ليا الشيخ عبد الحكيم عبد السلام خاطر ده شيخي، وكنت بقرا عليه القران، وبعدين تعاقد في المدينه من سنه 80 وشغال في كليه القران الكريم في مكه في المدينه، انا ما اعرفش بيته، وموسم حج وهو كان بيحج، لكن هو ليه بيت في المدينه، فانا قلت الدعاء ده وانا في منى في ايام التشريف، اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعني على الشيخ عبد الحكيم، لان انا هدفي ان انا ايه اقابله في المدينه اقعد عنده ليله واحده. فالمهم قلت الدعاء ده واحنا في منى، شوف انت منى بقى الناس ايه. فقابلت واحد وانا برمي الجمارات مصري
من المدينة بقول له تعرف الشيخ عبد الحكيم خاطر؟ قال له اه. قال لي اه ده بيحب. قلت له طب هتقابله؟ قال لي اه هقابله، لانه هو ثالث يوم من ايام التشريق هيرمي ويطوف طواف الوداع ويرجع المدينة على طول. فقلت له طب ما تقابله، قول للدكتور يسري هيقابلك رابع يوم من ايام التشريق في المدينة المنورة قدام باب السلام عند مسجدنا بعد صلاة العصر. وخلاص وانتهت الامر. رحت انا راكب العربية وطلعنا صلينا العصر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رابع يوم من ايام التشريق. وطلعت انا بقى من باب السلام زحام رهيب زحام حج يا عم. لقيت الشيخ عبد الحكيم واقف كده بالشمسية والله كده. سلمت عليه قال لي انا فلان، قال لي وانا واقف اهو مستنيك. بس رحنا بقى بيته واكرمنا وقعدنا عنده يومين واخر انبساط واحنا مفلسين. فالحمد لله يعني دعاء مجرب يعني اللهم انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعني على اللي انت عايزه بقى وسابها لله بقى. ان ذلك الدعاء يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي. قال ابو نصر السراج اراني ابو الطيب العكي جزءا ذكر فيه من ذكر هذا الدعاء على ضالة وجدها وكان الجزء اوراقا كثير. يعني بيقول له وراله جزء مؤلفه مجمعه حوادث ضاعت منه حاجات فيها ودعا الدعاء ده لقاها لدرجة جمع الوقائع دي كلها بقت جزء كبير كده كويس. يعني دعاء مجرب افتكروا كده وقولوا برضو الرب الكريم. اللهم انك اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعنا على رسول الله دنيا واخرى واجمعنا على اوليائك دنيا واخرى حيثما حللنا يا رب العالمين. سألت احمد الطابراني السرخسي رحمه الله فقلت له هل ظهر لك شيء من الكرامات؟ فقال في وقت ارادتي وابتداء امري ربما كنت اطلب حجرا استنجي به فلم اجد فتناولت شيئا من الهواء فكان جوهرا فاستنجيت به وطرحته. يعني بيقول ان الكرامات دي بتحصل لواحد في بداية حاله في السلوك، اول بقى ما ربنا يعني يوصله كده ويبقى ناضج تقل خالص تختفي كالتكاد تختفي، لان الكرامات بالنسبة للوالد يأخذها في حال طفولته. زي انت كده مودي ابنك المدرسة تجيب له شوكولاتة تديله سندوتش وهجيب لك عجلة لما تنجح، لكن بعد ما يكبر كده ويبقى راجل محترم كده ويتخرج من الجامعه هتقول له بقى كل ما تروح شغلك هدي لك مكافاه؟ هو من نفسه يصحى يروح شغله لانه عارف مصلحته مش محتاج مكافآت، حتى لو خصمه ومرتبه برضه يروح. مش ده اللي بيحصل؟ كذلك في الطريق الى الله هكذا. فبيقول في بدايته كان يطلب حجر استنجاء مره ما لقاهاش حجر استنجاء يستنجي بيه مناسب يعني، فبقى عمل ايده في الهواء كده لقى جوهره. طبعا الجوهره دي لا تصلح للاستنجاء عند الشافعي لانها بتبقى ايه؟ بتبقى ممزلقة كده ناعمة فلا تزيل. ما هو يشترط في حجر الاستنجاء ان يكون قالعا طاهرا غير محترم، قالع للنجاسة طاهرا غير محترم مش كده برضو؟ وغير محترم يعني ما يستعملش ايه عظمة ولا قطعة خبز جافة لانها محترمة ما ينفعش يستعمل حاجة. وان يكون طاهرا فما يستعملش روث جاف ولا وغير ذلك. لكن على اي حال او الظاهر ربنا بعت له جوهره من الجواهر الخشنه، ما احنا لازم نقولها التاويل بقى يصلح على مذهب الشافعي عشان يصلح الاستنجاء به لانه استعملها في الاستنجاء. ولكن شوف بقى زهده في الدنيا ما قالش دي جوهره ابيعها واستثمرها واعمل مشروع لانه زاهد في الدنيا ما كانش ناظر للدنيا فاستنجى بيها ورماها جوهره يا دوب يضيع بيها ايه اثار البراز ويرميها، يبقى دليل انه كان زاهد في الدنيا. مش بيقول لك اذهب في الدنيا يحبك الله واتق المحارم تكن اعبد الناس مش كده برضو؟ ثم قال واي خطر للكرامات. يعني ايه يعني الميزة اللي في الكرامة يعني اللي انت بتدور عليها؟ انما المقصود منه زيادة اليقين في التوحيد. فطالما انت زايد اليقين مش محتاج ده، دي حاجات للاطفال كده علشان بس ايه تطمنهم. فمن لا يشهد غيره موجدا في الكون فسواء ابصر فعلا معتادا او ناقدا للعادة عنده سواء، لانه الفعل من الله فما يتعجبش. لا تتعجب انها ارادة الله. حتى لما تيجي تحكي حاجة عجيبة للناس الاوام حتى يقولك يا سلام سبحان الله يا اخي سبحان الله، يعني كأن ده فعل الله على طول كده يعني حتى بالسجية والسليقة.
سمعت محمد بن احمد الصوفي يقول، سمعت عبد الله بن علي يقول، سمعت ابا الحسن البصري يقول، كان بعبادان رجل اسود فقير ياوي الى الخرابات. يعني ما عندوش بيت، فكان يجي الليل ينام في اي خرابه كده زي اطفال الشوارع اللي في مصر اللي بيناموا في الخرابات دلوقتي. كان بعبادان رجل اسود فقير ياوي الى الخرابات، فحملت معي شيئا وطلبته. سيدنا ابو الحسن البصري شافه كده لقى عليه سمات الصلاح، لكن ما عندوش بيت، بيعيش في الخرابات، فعلم الخرابه اللي بيقعد فيها كل يوم بالليل، وبعدين جاب له شويه اكل كده وخدهم معاه وراح له عشان يعشيه. فلما وقعت عينه علي تبسم. اول ما شافه، شاف سيدنا الحسن جاي له وشايل الاكل معاه، تبسم واشار بيده الى الارض، فرايت الارض كلها ذهبا يلمع. يعني قال له انا مش قاعد هنا في الخرابه يعني قصر ديل، ده انا اشاور الطين يبقى ذهب. فهمت ازاي؟ يعني الحكايه زهد في الدنيا مش عجز عنه، زهد في الدنيا وليس عجز عنه. ثم قال هات ما معك، فناولته وهلني امره وهربت، لكن برضه ما كسرش خاطره. انت عايز تاكلني والله هاخد يلا، لان كسر خاطر المسلم حرام، لكن هو بين له ان هو مستغني، لكن هات يا سيدي عشان نتائج خاطر، فما تكسرش خاطر المسلمين. سمعت منصور المغربي يقول، سمعت احمد بن عطاء الرباري يقول، كان الاستقصاء في امر الطهار. يعني كان موسوس سيدنا عطاء الرباري، كان موسوس في الطهار، يقعد يغسل ايده 50 مرة ويقول لك لسه المية ما وصلتش الحتة تعب، يعني عنده وسوسة شديد، يستحمى بنهر دجلة وبعدين يكمل في الفرات، يقول لك لسه الجنابة ما اترفعتش. هتترفع امتى؟ نغطته في بحيرة مصر يمكن، فربنا ينجي. المهم بيقول كان موسوس في الطهارة شديد، فضاق صدري ليلة لكثرة ما صببت من الماء ولم يسكن قلبي، فقلت يا ربي عفوك. فسمعت هاتفا يقول العفو في العلم، لان العلم يعرف على طول ان بالعلم يكفيك قليل من الماء بس. فزال عني ذلك، ودي كرامة له ان ربنا استجاب دعوه في الحال، اسمعه الهاتف دله على العلاج، مش كده برضو؟ كل دي كرامات كبيرة. سمعت منصورا المغربي يقول، فرأيته يوما قعد على الارض في الصحراء وكان عليها اثار الغنم بلا سجادة، فقلت ايها الشيخ هذه اثار الغنم، فقال اختلف الفقهاء فيه. يعني ربنا يعني عالجه خالص، ما بقاش يهمه حاجه، لدرجه ما بقاش حتى عنده ريحه الوسواس. شافه مره قاعد في الصحراء على بعر غنم، فقال له يا شيخ انت قعدت على بعر، وده لو كان زمان كان قطع لحمه وقطع ثوب، لو زمان بقى على حالته الاولانيه. فقال له يا سيدي اختلف الفقهاء فيه، طاهر عند الملكيه، معفو عنه عند الاحناف، مش كده برضو؟ الحكاية سهلة يعني، فيعني دليل ان ربنا يعني حلها له خالص. سمعت ابا حاتم السجستاني يقول، سمعت ابا نصر السراج يقول، سمعت الحسين بن احمد الرازي يقول، سمعت ابا سليمان الخواص يقول، كنت راكبا حمارا يوما وكان الذباب يؤذيه فيطاطئ رأسه، فكنت اضرب رأسه بخشبة في يد، كل ما الحمار يطاطئ رأسه من الدبان كده يضرب رأسه عشان يرفعه ويمشي، فرفع الحمار رأسه وقال اضرب فإنك على رأسك هو ذا تضرب. يعني زي ما بتضربني على رأسي هيجي يوم من الأيام هتضرب على رأسك برضه كما تدين تدان. قال الحسين فقلت لأبي سليمان لك وقع هذا؟ فقال نعم كما تسمعني. يعني قال له زي ما انت سمعني كده حصل. وذكر عن ابن عطاء انه قال سمعت ابا الحسين النوري يقول كان في نفسي شيء من هذه الكرامات. يعني ابو الحسين النوري كان بيقول يعني بقى معقول في كرامات حاجات تحصل زي دي؟ يعني حاجه غريبه، كان مستعجبها او مستبعدها يعني. فاخذت قصبه من الصبيان وقمت بين زورقين، ثم قلت، يعني خد قصبه يعني سناره، يعني سناره السناره اللي بيصطاد بيها العيال، بوصه كده، عارف انت البوصه؟ اللي هو بيصطاد بيها العيال الصغيرين سمك صغير كده. ثم قلت وعزتك ان لم تخرج لي سمكه فيها 3 ارتال لاغرقن نفسي. بيحلف على ربنا يعني. قال فخرج لي سمكه فيها 3 ارتال. ربنا استجاب له يعني. فبلغ ذلك الجنيد فقال كان حكمه ان تقرا ولو افعى تلدغه.
من قلة الأدب يعني. لكن ربنا رحمته بيه واسعة يعني، لأنه كده بيختبر ربه يعني، ما يزلقش يعني، كان حكمه يعني حقه، حقه اللي بالمستحق، لكن ربنا ما عملوش بالحق، عمله بالفضل. لو ربنا عمله بالحق كان طلع له أفعى تلدغه علشان أساء الأدب مع الله. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت أبا الفتح يوسف بن عمر الزاهد القواسي ببغداد يقول: حدثنا محمد بن عطية قال حدثنا عبد الكبير بن أحمد قال: سمعت أبا بكر الصائغ قال: سمعت أبا جعفر الحداد أستاذ الجنيد قال: كنت بمكة فطال شعري ولم يكن معي قطع من حديد أخذ بها شعري، يعني شعره طال ومعهوش حاجة يحلق بيها ومعهوش فلوس يحلق ومضايقه شعره، فتقدمت إلى مزين، إلى مزين يعني حلاق لأنه بيزين الناس سموه مزين، توسمت فيه الخير، لا راجل كده شكله صالح كده وحلاق، فدخل عليه فقلت: تأخذ شعري لله تعالى يعني بلا مقابل لله؟ فقال: نعم وكرامة وزيادة كمان، أنا لك لله ودي لك كمان فلوس. وكان بين يدي رجل من أبناء الدنيا وكان قدامه زبون سقع كده شكله كده آخر شياكة هيدفع كتير، قال له: روح مش فاضيين دلوقتي. وجاب إيه الرجل الغلبان يحلق اللي هو مش هياخد منه حاجة، فصرفه وأجلسني وحلق شعري ثم دفع إلي قرطاسا فيه دراهم وداله شوية دراهم هدية كمان، وقال لي: استعن بي على بعض حوائجك. فأخذتها واعتقدت أن أدفع إليه أول شيء يفتح علي به، خد منه حاجته والراجل منه أكرمه، حلف بينه وبين نفسه قال: أول ما ربنا يرزقني أي حاجة هديها للراجل ده هدية مكافأة لي. قال: فدخلت المسجد فاستقبلني بعض أصحابي وقال لي: جاء بعض إخوانك بسرة من البصرة من بعض إخوانك فيها 300 دينار، يعني مبعوت له مدد من صحابه في البصرة هي 300 دينار. قال: فأخذت السرة، كانوا بيحلقوا زمان بدرهم ولا اتنين يعني، ده 300 دينار يعني ثروة كبيرة، زي كأنه مثلا جاله مثلا يقول 40-50 ألف جنيه، فهو كان عازم ان اللي يجيله هيديله الحلاق، فحلق ب50 ألف دي حاجة جميلة اوي. فالمهم قال: فأخذت السرة وحملتها الى المزين وقلت: هذه 300 دينار تصرفها في بعض شؤونك او امورك. فقال لي: الا تستحي يا شيخ تقول لي احلق شعري لله ثم اخذ عليه شيئا؟ انصرف عساك الله، انصرف، مش عايزين، انصرف. ده دليل همة المزين وزهد التاني، ما هو كان يكفي يديله دينار واحد، لكنه عنده كله ايه، كل ما فوق التراب تراب. هم تحققوا بالمعنى ده. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث الربيع بنت معوذ في حديث الترمذي في الشمائل بايه، بطبق فيه قساء زهد، عرفت القتة لما تبقى لسه طالعة جديد وفيها شعر كده مزغبة، جايبة له قتتين كده صغيرين وثلاث اربع تمرات في طبق خوص، وجايبة للنبي هدية. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بيوزع ايه صدقات، وكان قل دمه ذهب جاي له من البحرين، فراح خد الطبق فضاه وملاه ذهب واداه له. شفت بقى الرسول كان يجازي على الهدية، يعني عنده الذهب زي القتة زي التمر، كل ما فوق التراب تراب، كله زي بعضه. فهمت بقى، هم دول الوراث صحيح، هم دول الوراث النبويين الصحيح، وعشان كده ربنا من عليهم بهذه الكرامات. سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر السراج يقول: سمعت ابن سالم يقول: لما مات إسحاق ابن أحمد دخل عليه سهل بن عبد الله صومعته فوجد فيها صفطا، صفطا زي غصه يعني، دخل صومعته اللي هو ايه اللي كان مات فيها اللي هو اسحاق بن احمد، فيه قارورتان، لقى في القصه دي زجاجتان، في واحده منهما شيء احمر وفي الاخر شيء ابيض، يعني مواد كيماويه، يعني مواد كيماويه. ووجد شوشقة ذهب وشوشقة فضة، يعني كان عنده مواد كيماوية لما يخلطها على بعض المعادن تصير ذهبا او فضة، يعني كان عنده، ربنا اداله السر ده اللي هو كان يعرفه قدماء المصريين، قدماء المصريين عشان كده تلاقي مقابرهم كلها ذهب، وكان عندهم برضو عرفوا كيمياء معينة، يحطوا صخور معينة بطريقة معينة يعالجوها تبقى ذهب، فكان سهل عليه يعمل القناع ذهب، يعمل التابوت ذهب، يعمل كل حاجة ذهب، حكاية سهل، يجيب له شوية صخور من دي
ويقعد يطبخها يحط عليها شوية فلفل وشطة ويسخن عليها تبقى ده حكاية سهلة. السر ده احنا لحد دلوقتي ما نعرفوش في حضاراتنا نحن. فده كان برضو عنده سائل كده يخلطه يخلي ده دهب ويخلطه بمعدن تاني يخليه فضة. قال فرمى بالشوشقين في الدجلة وخلط ما في القارورتين بالتراب. ام سيدنا عبد الله التستري مسك الحاجات دي رماهم في الدجلة مش عايزينهم. كل ما فوق التراب تراب بالنسبة لهم كده. وكان على اسحاق دين. قال ابن سالم قلت لسهل ماذا كان في القارورتين؟ قال احداهما لو طرح منها وزن درهم على مثاقيل من النحاس صار ذهبا، والاخرى لو طرح منها مثقال على مثاقيل من الرصاص صار فضة. فقلت وماذا عليه لو قضى منه دينه؟ قال اي دست خاف على ايمانه. دست يعني يا صاحبي يعني يا اخي يا اخي خاف على ايمانه يعني مرضاش يقضي دينه بهذه الاشياء لانه كأنه معتمد عليها في قضاء الدين وهو اراد ان يكون اعتماده على الله في قضاء دين. اخاف على ايمانه اي على توكله على استعانته بربه على ثقته بربه. فخاف ان يكون ثقته في الذهب وما يملكه من ذهب وفضة تكون حائلا بينه وبين توكله على الله. وحكي عن النوري انه خرج ليلة الى شط دجلة فوجدها وقد التزق الشطان. يعني سيدنا النوري رايح عايز يعدي دجلة فربنا ايه طواله المسافة بقى الشطين كده لو خدت خطوة يبقى الناحية التانية. فانصرف وقال وعزتك لا اجوزها الا في زورق. همشي زي الناس راح ركب الزورق مع الناس. اولا لانه لا يشتهر بالكرامة مش عايز الناس تشوفه وهو بيخط كده يقولوا يا من اهل الخطوة يتلموا عليه ويا عم الشيخ ودعيلنا يا عم الشيخ ويقلقوه. لا ركب مع الناس المركب وخلاص وسهلة. كانت حلاوهم انهم يحبوا يخبوا ايه الكرامة. سمعت ابا حاتم السجستاني يقول سمعت ابا نصر السراج يقول املى علينا الوجيه حكاية عن محمد بن يوسف البناء. قال كان ابو تراب النخشبي صاحب كرامات فسافرت معه سنة وكان معه 40 نفسا يعني كانوا قافلة فيها 40 نفس كان معهم ابو تراب النخشبي وكان صاحب كرامات. ثم اصابتنا مرة فاقة وبعدين جاءوا مرة جوع شديد وافتقروا فعدل ابو تراب عن الطريق دخل كده في حتة كده بعيد عن الطريق وجاء بعزق موز فتناولنا وفينا شاب فلم يأكل فقال له ابو تراب كل. فقال الحال الذي اعتقدته ترك المعلومات وصرت انت معلومي فلا اصحبك بعدها بعد هذا. قال انا كان حالي ان انا اسافر واترك الاسباب وصرت انت سببا لنجاتي فانا كده يبقى خالفت اعتقادي انا عايز امشي بلا سبب لنجاتي الا الله. فهمت؟ فصرت انت معلومي انت سببي الذي يحجبني عن توكلي على ربي. ده همته عالية بقى لهم من اهل التجريد يسموهم اهل تجريد. فقال له ابو تراب كن مع ما وقع لك. قال له خليك على حالك يعني لا تنزل عن حالتك من اهل التجريد الى اهل الاسباب لان اهل التجريد حالهم اعلى مع الله من اهل الاسباب. وحكى ابو نصر السراج عن ابي يزيد قال دخل علي ابو علي السندي وكان استاذه وبيده جراب فصبها فاذا هي جواهر فقلت من اين لك هذا؟ قال وافيت واديا ها هنا فاذا هو يضيء كالسراج فحملت هذا. فقلت فكيف كان وقتك الذي وردت فيه الوادي؟ انت كان حالك ايه مع الله لما رحت الوادي ده اللي ربنا قلب لك حصاته الى جواهر؟ فقال وقت فترة عن الحال التي كنت فيها. كان وقت غفلة يعني كنت غافل شوية عن الحالة اللي انا فيها. يعني ايه؟ يعني الانسان لما يكون في حال ثناء مع الله لا ينظر الى هذه الاشياء. فاذا رده الله الى الفرق بعد الجمع فينظر الى هذه الاشياء فكان في حال فرق لا حال جمع. فاذا كان في حال فرقه الحصى في يده جواهر فما بالك وهو في حال جمعه. يستغني عن كل شيء بالله. ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ فلما فقد الله غفلة لحظة صارت الحصى عنده جواهر فما بالك لو وجد الله وجد كل شيء وما احتاج لشيء. وقيل لأبي يزيد فلان يمشي في ليلة إلى مكة يعني
فلان ده كرامته كبيرة قوي في ليلة واحدة يبقى في مكة. فقال الشيطان يمشي في ساعة من المشرق الى المغرب في لعنة الله. ايه يعني؟ ايه يعني يا اخي الشيطان كده يعني؟ وقيل له فلان يمشي على الماء ويطير في الهواء. فقال الطير يطير في الهواء. قال له ما العصافير بتطير في الهواء. ايه يعني ما يطير في الهواء؟ يعني هيعمل حاجة عجيبة يعني. والسمك يمر على وجه الماء يخترق الماء اختراق. ايه المشكلة يعني؟ وابن ادم مكرم على الطير وعلى السمك. لقد كرمنا بني ادم. يعني لا تغتر بالمظاهر، اغتر بالحقائق، خليك مع الله. وقال سهل بن عبد الله اكبر الكرامات ان تبدل خلقا مذموما من اخلاقك. هي دي الكرامة صحيح. عندك خلق ذميم، عندك حرص على الدنيا، بدلها بالزهد فيه، دي اكبر كرامة. عندك حب انتقام من ممن يعني يؤذيك، بدل هذا الحب الانتقام ده الى عفو وصفح، الى احسان لمن ظلمك. دي حاجة، دي هي دي الكرامة الصحيح. هو ده اللي يعمل فسيخ شربات صحيح. مش من الكرامات انك تعمل من فسيخ شربات؟ طب ما انت دلوقتي فسيخ، حول نفسك لشربات ده. اخلاقك زي الفسيخ، حد او مر او سير ومختلطة بنجاسات الشهوات، حولها بقى الى شربات طاهرة جميلة. هي دي بقى صحيح ايه الكرامة صحيح. سمعت محمد بن احمد بن محمد التميمي يقول سمعت عبد الله بن علي الصوفي يقول سمعت ابن سالم يقول سمعت ابي يقول كان رجل يقال له عبد الرحمن بن احمد يصحب سهل بن عبد الله، فقال له يوما ربما اتوضأ للصلاة فيسيل الماء بين يدي قبان ذهب وفضة. بيقول له ده انا احيانا باجي اتوضا الاقي الميه نازله من ايدي بعد الوضوء كده ذهب وفضه. فقال سهل اما علمت ان الصبيان اذا بكوا يعطون خشخاشه ليشتغلوا بها؟ دي الشخشيخه اللي بيلعب بيها الصبيان. انت هتنشغل بيها عن ربك؟ فوق بقى، والا تبقى رحلت من كون الى كون كحمار الرحى. مش قال كده في الحكم؟ إذا انشغلت بالكرامة فكأنما رحلت من كون إلى كون كحمار الرحى يعود من حيث بدأ. أنت بدأت تفر من الأكوان، فجاءت الكرامة وهي من الأكوان فركنت إليها فعدت إليها، فعدت للأكوان كحمار الرحى يسير ويسير ويبدأ من حيث انتهى وينتهي من حيث بدأ، لا يتقدم. سمعت أبا حاتم السجستاني يقول سمعت أبا نصر السراج يقول أخبرني جعفر بن محمد قال حدثني الجنيد قال دخلت على السري يوما فقال لي عصفور كان يجيء في كل يوم فأفدت له الخبز فيأكل من يدي، فنزل وقتا من الأوقات فلم يسقط على يدي، فتذكرت في نفسي ماذا يكون السبب، فذكرت أني أكلت ملحا بأبزاز، يعني كالدقة يعني. كان الأول بيأكل عيش وملح بس، لا هو بقى حسن الاكل بتاعه شويه وكل بقى معاه دقه يعني، حط عليه شويه كمون وشويه بهارات يعني حسن الملح شويه. فذكرت اني اكلت ملحا بابزاز فقلت في نفسي لا اكل بعدها، يعني لا اكل طعاما بشهوه. اصل هو كان نذر على نفسه مع الله ان لا ياكل طعاما بشهوه نفسه ولكن ياكل طعاما لابقاء حياته. فلما خالف نذره ربنا خالف عادته معه في سوره الطائر الذي ياكل من يده. فهمت بقى؟ فهو عرف ان ربنا غير عادته معه لانه غير نذره مع الله. فقلت في نفسي لا اكل بعدها وانا تائب منه، فسقط على يدي واكل، فرجع الله الى عادتي معه. واخر حكاية النهاردة ونقف عندها. وحكى ابو عمرو الانماطي قال كنت مع استاذي في البادية فاخذنا المطر فدخلنا مسجدا نستكن فيه وكان السقف يكف يعني خرب، كان مطر شديد دخلوا مسجد، فدخلوا المسجد لقوا برضه سقف المسجد بايه بيخر عليهم مطر، فصعدنا السطح ومعنا خشبه نريد اصلاح السقف، فكثر الخشب عن الجدار، لقوا الخشب اللي طلعوا بيها اقصر من ايه من الخرق اللي في الجدار، فقال لي استاذي مدها، فمددتها فركبت الحائط من ها هنا الى ها هنا. يعني ربنا ايه اكرمهم واطال لهم الخشبه اكراما لاستاذه. ونقف عند هذا الحد ونكمل كرامات الاولياء ان شاء الله السبت الاول من شهر 9 واجازة شهر 8 ان شاء الله، ثم بعد ذلك اول ما يبدأ رمضان نرجع اجازة تاني رمضان، وبعدها في شوال ان شاء الله ننتهي من الرسالة القشيرية باذن الله رب العالمين. وكل عام وانتم بخير وجزاكم الله خير.
إن الله وملائكته